نادين الراسي تتعرض لحادث خطير ووضعها الصحي يقلق المحبين. تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها يظهر أثار كدمة على جبينها. وفي التفاصيل، نشرت نادين فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن الكدمة التي أصيبت فيها إلى جانب خطيبها مجد أثناء تواجدهما في إحدى الشاليهات في فرية. حيروح ويخف إذا ما أكلت خوالي في الضيعة. خوالي في الضيعة ني لح دم كل دم لح دم. كما نشرت صفحة تحمل اسم حسين الرئيس صورة للفنانة اللبنانية وعلقت عليها قائلة: عمري يا نادين سلمت قلبك، الحمد لله قطعت على هيك، أهم شيء إنك بخير والجروح بتتعافى مع الأيام، عالسلامة، ما بتستاهلي إلا كل خير وبحبك كتير، كنت حابب دقلك هلأ وأطمن عليك بس الوقت اتأخر واتطمنت من حسين خيي مع كل التمنيات الحلوة يا نجمتنا. يذكر أن نادين الراسي نشرت صورا جديدة لها على منصات السوشيال ميديا من كواليس مسلسل بيروت 303 حيث تقوم بدور رازان وهي امرأة عاشقة، وعلقت على الصورة قائلة: ما تحبي حدا ولا حدا أكثر من حالي. يذكر أن نادين الراسي لفتت الأنظار منذ فترة بجمالها وأناقتها إذ ارتدت ثيابا متناسقة باللون الأسود مع تسريحة شعر بسيطة ومميزة ووضعت مكياجا ناعما. وأرفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: عندما تشكر الله على كل شيء سوف تفتح كل الأبواب أمامك. أما ما لفت انتباه المتابعين فهو التغير الواضح في ملامح وجه نادين الراسي حيث أثنوا على جمالها وعبروا عن حبهم الكبير لها. كما شاركت الممثلة اللبنانية المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مجموعة صور عائلية، وظهرت نادين في الصورة الأولى وهي تجلس في حضن والدها وتغمره وكتبت عليها: مع والدي أجمل شاب. وفي الصورة الثانية ظهرت والدتها وهي تغمرها وكتبت عليها: مع والدتي. كما ونشرت نادين صورة مع شقيقتها ساندرين وكتبت عليها: مع شقيقتي فخورة بك.